أهلا بكم مشاهدين قناة شوف تيفي في هذا الموعد الإخباري الثاني. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن الملك محمد السادس سيترأس يوم غد الجمعة بمقر البرلمان افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية التاسعة. وأوضح بلاغ للوزارة أن الملك سيلقي بهذه المناسبة خطابا أمام مجلس أعضاء البرلمان. في خبر آخر، تم صباح اليوم زيادة درهم في سعر تذكرة حافلات مدينة بيس في جميع خطوطها، وهذا ما خلف حالة من الاستنكار والتجشب لعدد من المواطنين. وعبر عدد من هؤلاء المواطنين في تصريح لشوف تيفي عن استيائهم للقرار الذي اتخذته شركة مدينة بيس. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر أن زيادة درهم في تسعير تذكرة الحافلة كانت ستفعل في 3 من أكتوبر الجاري، غير أن بعض المشاكل في الآلات الإلكترونية للحافلات هي التي أدت إلى تأجيلها لليوم. في خبر آخر، فضيحة من نوع آخر تلك التي شهدها مركز منطقة عين حارودة ضواحي مدينة الدار البيضاء يوم أمس الأربعاء، عندما ضبطت سيدة زوجها متلبسا بالخيانة مع فتاة أخرى داخل منزلهما لتدخلا في مشاجرة فرت على إثرها الفتاة خارج البيت في محاولة للهروب. لنشاهد هذا الفيديو المصور بكاميرا شوف تيفي. سير كبير كبير كبار كبار. أعلن مسؤولون استراليون يوم الخميس أنه تم وضع ممرضة في الحجر الصحي بأحد المستشفيات في مدينة كرينز الواقعة شمال البلاد بسبب الاشتباه في إصابتها بفيروس إيبولا خلال فترة عملها في استراليون. وقالت مسؤولة الصحة بولاية كوينزلاند الأسترالية جانيت يونغ في تصريحات صحفية حسب وكالة المغرب العربي للأنباء أن الممرضة أصيبت بالحمى صباح اليوم، إلا أنه من الصعب جدا أن ينتقل الفيروس إيبولا عبر الهواء كفيروس الإنفلونزا، وإنما لابد أن يتعرض الشخص لإفرازات ملوثة بالفيروس كي يصاب. وبما أن المريضة غير مصابة بأعراض تؤدي إلى وجود إفرازات، فإن الخطر من إمكانية تسببها في نقل الفيروس لشخص آخر ضئيلة جدا. يشار إلى أن هذه الممرضة عادت مؤخرا إلى أستراليا قادمة من سيراليون وأصيبت بالحمى، فيما من المتوقع أن تظهر نتائج التحاليل خلال الساعات القادمة لتؤكد من إصابتها بفيروس إيبولا. وننهي دائما مشاهدنا الكرام بالخبر الرياضي، حيث استأنف فريق المغرب التطواني لكرة القدم مساء أمس تدريبه بملعب ثانية رمل بتطوان بصفوف غير مكتملة استعدادا للجولة الخامسة من البطولة الاحترافية، كما أن الحصة عرفت غياب المدرب عزيز العامري نظرا لتواجده بمدينة الرباط في اجتماع لمدربي البطولة، ما جعل مساعده المدرب سمير يعيش يشرف على الحصة التي غاب عنها المدرب والعديد من اللاعبين الأساسيين لتواجدهم رفقة المنتخبات الوطنية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد أنهينا جولتنا الإخبارية، إلى اللقاء.